الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا ارحب بحضراتكم النهارده الحقيقه في جوله في مدينه 6 اكتوبر، ومعلش اعتذر لحضراتكم لظروف الطقس اللي يعني قلبت للجو البارد اللي احنا فيه، ولكن يمكن انا بنتهز فرصه هذه الزياره المهمه. يمكن احنا النهارده تفقدنا عدد كبير من المشروعات، والعنوان النهارده هو يعني زياده ويعني واطلاق طاقات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد المصري. يعني الحقيقة احنا بدأنا الجولة بثلاث مشروعات كبيرة في قطاع الصناعي، زي ما حضراتكم شفتوا مشروعين منهم في قطاع الصناعات الغذائية، والمشروع الثالث والحقيقة مشروع رائد ويمكن حضراتكم شفتوه، هو مشروع خاص بصناعة السيارات. وعلى الأخص يعني الحقيقة الواحد كان سعيد جدا بهذا المشروع، شباب مصري صغير يفرح قدروا ان هم يعملوا فكرة جديدة تماما، وهي فكرة تحويل العربيات التقليدية لعربيات كهرباء. وده مشروع جميل جدا لانه بيتكلموا على نقل تحويل العربيات الميكروباصات والعربيات النقل انها ازاي انها تتقلب لكهرباء، وعندهم الحقيقة فكر يعني على اعلى مستوى. واحنا يمكن كان كلامي معاهم ان الدولة مستعدة انها تدعمهم بكل السبل الممكنة عشان يتوسعوا ويكبروا، لان هم بيتكلموا بالطاقة اللي موجودة دلوقتي على 5000 عربية في السنة. انا قلت لهم انا عايز اوصل ل100000 عربية في السنة على الاقل انكم تعملوا هذا المشروع، واحنا كل امكانيات الدولة تسخر ليكو. قطاعات الحقيقة الصناعات الغذائية كلها طبعا بتغطي السوق المحلي وكمان بتصدر، وكل كلامي معاهم ان احنا عايزين نتوسع في عملية التصدير، والدولة يعني على اتم استعداد انها تمكن القطاع الخاص وتطلق له كل الطاقات الممكنة علشان فعلا يعني يبقى دوره في المرحلة الجاية ان هو يتوسع بصورة كبيرة جدا في مساهماته في الاقتصاد المصري. الدولة في الفترة اللي فاتت والسنين اللي فاتت كانت بتمهد الارض لتشجيع الاستثمار الخاص، مشروعات البنية الاساسية، كل انواع البنية الاساسية والشبكات الطرق والخدمات والاراضي الجديدة اللي بتتنمى زي الارض اللي احنا واقفين فيها دي، كلها علشان القطاع الخاص يبدأ ياخد دوره في خلال المرحلة القادمة. احنا كنا من يومين مع فخامة الرئيس بنفتتح مشروع ضخم جدا، مشروع سايلو فود، وشفنا كلام فخامة الرئيس ان هو بيقول القطاع الخاص يجي ويشارك معانا كدولة، وكل شركات الدولة بما فيها القوات المسلحة هي جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص. النهاردة يمكن احنا يمكن لما طرحنا ال 32 شركة اللي ان شاء الله هيبقوا في البورصة او لمستثمر استراتيجي، الدولة ملتزمة تماما بهذا الكلام. التوقيتات التفصيلية كلها هتتعمل في هذا الشأن علشان نبقى جاهزين ان احنا نطرح هذه المشروعات خلال الفترة القادمة. اخر يعني جولة او جزء من جولتنا النهاردة في مشروع عقاري الحقيقة مهم جدا. هذا المشروع كان من اول المشروعات اللي اطلقنا فيها فكرة الشراكة مع القطاع الخاص ما بين الدولة ممثلة في وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واحد المطورين العقاريين. احنا موجودين هنا على الارض شايفين خلفيتنا منطقة الاهرام. مشروع الحقيقة يمكن لما بدأنا فكرته كان في 2015 وقت مؤتمر الاستثماري اللي الدولة المصرية عملته، والحمد لله النهاردة على الأرض بنجني ثمار هذا الفكر في فكرة الشراكة مع القطاع الخاص. المفروض مش فقط هو مشروع سكني، هو مشروع فيه جزء مهم جدا، مشروع فنادق، مجموعة فنادق على أعلى مستوى هتنشأ أكتر من 1500 غرفة فندقية هتضاف لطاقة الفنادق هنا في مصر عشان تخدم على منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بالإضافة طبعا لخدمات تعليمية وخدمات تجارية. وده النموذج اللي الدولة المصرية بتنتهجه وبتحاول إن شاء الله الفترة الجاية تشجيع وتمكين القطاع الخاص بإذن الله على المضي قدما والانطلاق بأقصى طاقة ممكنة في خلال المشروعات بتاعته في الفترة الجاية بإذن الله. أنا بس حابب إن أنا يعني كنت أحط حضراتكم في الصورة معانا من هذه الزيارة، وإن شاء الله كل الدعم من الدولة والحكومة للقطاع الخاص في المرحلة القادمة. وأنا يعني على المستوى الشخصي ويمكن إحنا قلناها بهذا الشكل، مكتب رئيس الوزراء مفتوح على مدار 24 ساعة لتلقي كل الطلبات وحتى الشكاوى لأي عقبات ممكن يكون بيواجهها القطاع الخاص عشان نذللها في خلال الفترة الجاية. أنا بشكر حضراتكم جدا، شكرا يا جماعة.